السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي الزراعي، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا في بيتنا مدرسة. النهاردة الحلقة خاصة بطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الزراعي، هنتكلم عن مادة خدمة الحصلات البستانية، وطبعا قسم ده بيكون خاص بقسم إنتاج الحصلات البستانية. وطبعا عايزين نعرفكم طبعا ايه هي الحاجات اللي هتدرسوها في مادة خدمة الحصلات البستانية. انتوا بتدرسوا 3 مواد في الصف الثالث، مادة زراعة محمية، ومادة نباتات الطبية والعطرية، ومادة خدمة الحصلات البستانية. بالنسبة لمادة خدمة الحصلات البستانية دي بتضم 3 فروع، عندي فرع الفاكهة وفرع الخضر وفرع الزينة. والنهاردة هنتكلم عن ايه هي الدروس او توزيع المنهج اللي احنا هناخده في الفاكهه والخضر والزينه. طبعا في الامتحان بتيجي ورقه الامتحان بتكون طبعا شامله سؤالين فاكهه، سؤالين خضر، سؤالين زينه، دي بتكون في ورقه واحده. الماده بتكون من 60 درجه، طبعا بتكون 30 درجه بتكون اختبار عملي، و30 درجه بيكون اختبار نظري. النهاردة هنتعرف عن فرع الفاكهة وفرع الخضر وفرع الزينة، وهنشوف ايه هي اهداف مادة دراسة مادة الفاكهة، وايه هي اهداف تدريس مادة الخضر، وايه هي اهداف تدريس مادة الزينة. تعالوا كده نشوف ايه هي اهداف مادة تدريس مادة الفاكهة، وهنعرف ايه هي الدروس اللي هندرسها في الصف الثالث الثانوي الزراعي في مادة خدمة الحاصلات البستانية. طبعا بالنسبه عندنا الفاكهه اول حاجه هنبتدي بيها اللي هو فرع الفاكهه، بيجي لنا في الامتحان بيكون سؤالين فاكهه في الاول، وبعد كده الخضر، وبعد كده الزينه. بالنسبه هنبتدي اول حاجه هنتعرف ايه هي الاهداف العامه لتدريس ماده الفاكهه. اول حاجه ان هو بيتعرف الطالب على الاهميه الاقتصاديه وعلى الظروف البيئيه للانتاج ومناطق انتشار محاصيل الفاكهه. تاني حاجة ان هو بيتعرف على الاسلوب الامثل لانتاج محاصيل الفاكهة الاقتصادية، وان هو بيتعرف الطالب على اهم معاملات ما قبل الحصاد وبعد الحصاد للحصول على ثمار عالية الجودة. تعالوا بقى نشوف ايه هي اهداف الباب الاول. بالنسبة طبعا الباب الاول انا هدرس مجموعة من المحاصيل من محاصيل الفاكهة. طبعا انا هنا في الباب الاول الهدف منه ان انا عايزة اعرف الطالب ايه هي الوسيلة المناسبة والشائعة لاكثار محاصيل الفاكهة. تاني حاجة التعرف على الطرق الحديثة لانشاء بستان الفاكهة، والتعرف على العوامل المؤثرة على التزهير والعقد وتساقط الثمار بغرض الانتاجية. بعد كده بنتعرف برضو على اهم المعاملات التي تجرى على الثمار قبل وبعد القطف لتقليل الفاقد منها. بعد كده بنتعرف على معاملات الخدمة والتربية للأشجار للوصول للإنتاج الأمثل للمحاصيل. طب احنا عايزين نعرف ايه هي المحاصيل دي اللي احنا هندرسها في الباب الأول. عندي أول حاجة هندرس العنب، الموز، الزيتون، الموالح، التفاحيات، دي بتشمل التفاح، الكمثرى، السفرجل. الحاجات دي بقى هندرسها من حيث ايه؟ اول حاجة ان انا هدرسها من حيث الاهمية الاقتصادية والغذائية. تاني حاجة ان انا هدرسها برضو من حيث العوامل البيئية، ان انا هعرف ايه هو الوصف الخضري للنبات، طرق التقاصر المختلفة، انشاء البستان، عمليات الخدمة والرعاية المختلفة. برضو هنبتدي ان احنا نتعرف على الازهار والتلقيح في محاصيل الفاكهة. بالنسبة برضو هنعرف النضج وكمية المحصول، وبرضو هنتعرف على الاصناف المحلية والعالمية، وبعد كده هنتعرف على اهم الافات والامراض اللي بتصيب كل محصول من المحاصيل اللي انا قلت عليها. يبقى هنا في الباب الاول انا بدرس العنب، بدرس الموز، بدرس الزيتون، بدرس الموالح، بدرس التفاحيات زي ما انا قلت من حيث الاهمية الاقتصادية والعوامل البيئية ومن حيث الوصف الخضري. طب النهاردة هناخد مثال وليكن ان احنا هندرس محصول
الزيتون. بالنسبة عندي هنا الزيتون ده بتكون أشجار الزيتون، دي بتكون أشجار مستديمة الخضرة. الأوراق بتكون الشكل بتاعها بيكون رمحي، بتكون شكلها جلدي. الورق أو السطح السفلي بيكون لامع، والسطح العلوي بيكون لونه فضي. بالنسبة هنا للزيتون ده بيكون مهم جدا، وإن هو ابتدوا يتوسعوا في زراعة الزيتون. طبعا في مناطق بتنتشر فيها زراعة الزيتون، عندي مثلا زي مرسى مطروح، الفيوم، الوادي الجديد، جنوب سيناء، النوبارية، دي مناطق بتنتشر بزراعة الزيتون. طب ليه حصل ان في توسع في زراعة الزيتون؟ بالنسبة اول حاجة ان انا علشان اسد الفجوة بين المستورد والمنتج، ان كان في استيراد من الخارج للزيوت النباتية، فتم ان هو انشاء مساحات كبيرة من زراعة الزيتون علشان اقدر ان انا اسد الفجوة ما استردش من الخارج. تاني حاجة الطلب المتزايد على الزيتون. بالنسبة عند الزيتون هنا ان انا بستخدم ثماره بتكون اما للتخليل او لاستخراج الزيوت، وبعد كده طبعا بالنسبة للزيوت لزيت الزيتون ده بيكون من افضل انواع الزيوت النباتية بالمقارنة بأي نوع من الزيوت الاخرى. بعد كده برضو ابتدى التوسع في زراعة الزيتون، طبعا لان الزيتون من ناحية الظروف البيئية ان هو بيقدر ان هو يتحمل الظروف البيئية، ان انا ازرعه في اي ظروف بيئية، وان انا ازرعه في اي نوع من التربة، وبرضو احتياجات المائية بتكون قليلة، واحتياجاته من التسميد بتكون قليلة. وبرضو انا لو جيت انشأ اعمل انشاء لمزارع الزيتون دي بتكون قليلة التكاليف، ما بتكونش مكلفة بالنسبة لي، وما بتحتاجش الى خبرة فنية. وبرضو سهولة الاقصار الخضري، لان انا عندي هنا الزيتون، ان انا بزرع الزيتون بزرع بالبزرة ده في حالة ان انا لو عايزة انتج اصناف جديدة، او بزرعه عن طريق التقاصر الخضري اللي هي العقلة اللي هي تحت الطرفية، او بتكون نصف غضة والعقل، ودي بتكون اكثر انتشارا او اكثر شيوعا في زراعة الزيتون. بعد كده ان انا بزرعه برضو بالعقل الخشبية، وبزرعه بالسرطانات، وبزرعه بالتطعيم، او ممكن عن طريق العقل الجذرية. ده بالنسبة لزراعة الزيتون. طب تعالوا كده نتعرف على الكلام اللي انا قلته. بالنسبة عندي دي بتكون شكل ورقة الزيتون، زي ما انا قلت بتكون شكلها جلدي، بتكون رمحية، بيكون اللون اهو اللي هو السطح السفلي بيكون لونه فضي، انما السطح العلوي بيكون شكله لامع. بعد كده طبعا انتشرت زراعة الزيتون في اهم المناطق اللي بتنتج الزيتون في مصر، نوبارية، مرسى مطروح، شبه جزيرة سيناء، الفيوم، الوادي الجديد. أسباب التوسع في زراعة الزيتون قلنا تقليل الفجوة بين المستورد والمنتج من الزيوت النباتية، لأن كان في استيراد حوالي 90% من الزيوت النباتية، فإحنا كده عايزين نمنع الاستيراد من الخارج، فابتدينا إن إحنا نتوسع في زراعة الزيتون. بعد كده طبعا القيمة الغذائية والصحية العالية لزيت الزيتون مقارنة بالزيوت النباتية الأخرى. طبعا الطلب العالمي المتزايد على زيت وثمار الزيتون بالأسواق العالمية، ملائمة الظروف المناخية في معظم المناطق المصرية لنمو وإنتاج الزيتون، خاصة في مناطق الاستزراع الجديدة. بعد كده قلة احتياجات الأشجار من المية والأسمدة، وبرضو انخفاض تكلفة عملية انشاء المزارع، عدم الحاجة الى خبرات فنية وتقنية عالية، سهولة الاقصار الخضري. طب هنا في مزارع او في مناطق ما فيهاش مية، وان هي بتعتمد على الامطار، اول حاجة انا بعمل ايه؟ ان انا بعمل عملية حرس للتربة، او بعمل عملية عزيق. ليه انا بعمل عملية حرس للتربة وبعمل عملية عزيق؟
قبل موسم الأمطار حتى يسمح طبعا بتخلل المياه داخل التربة، وبالتالي تقدر أشجار الفاكهة أشجار الزيتون إن هي تستفاد منها. تاني حاجة إن أنا بعمل أحواض منخفضة، دي بتكون الأشجار في الوسط. بعد كده طبعا إن أنا بعمل مقاومة للحشائش، لأن أنا عندي الحشائش هنا بتحصل إن هي بتاخد كمية كبيرة من المية، فطبعا أنا عندي مياه الأمطار إن أنا عايزة أشجار الفاكهة تستفيد منها، فلازم إن أنا أشيل الحشائش، بعمل عملية مقاومة للحشائش أو عملية إزالة للحشائش. طب علشان أمنع نمو الحشائش في عندي طريقة اسمها طريقة المنش. يعني إيه طريقة المنش؟ إن أنا بغطي التربة بغطيها بالقش أو بغطيها بالبولي إيثيلين بحيث إن هي بتمنع نمو الحشائش. يبقى هنا بالنسبة إن أنا بعمل عملية مقاومة للحشائش. طب في المناطق اللي بتعتمد على الأمطار إن أنا برضو بعمل عملية تقليم جائر للأشجار. يعني إيه تقليم جائر؟ إن أنا بقص 3/4 الفرع بحيث إن أنا أقدر إن أنا أوفر المية لأشجار الزيتون. بعد كده برضو إن أنا بعمل عملية تطعيم على أصول في صنف اسمه الشمالي من أصناف الزيتون، ده بيقدر إن هو يتحمل الجفاف. فعلشان كده أنا بعمل عملية تطعيم أو بزرعه في المناطق اللي هي بتعتمد على الأمطار. بعد كده طبعا إن أنا بزرع الأشجار بتكون على مسافات واسعة، ده بالنسبة للمناطق اللي هي بتعتمد على الأمطار. يبقى إحنا قلنا إجراء طبعا عملية تغطية سطح التربة زي ما قلت بالمواد الجافة، وهي ما يعرف بالملش، إن أنا بغطيها بالقش أو البولي إيثيلين، دي بتؤدي إلى منع نمو الحشائش. قلت إن أنا بزرع على مسافات واسعة تسمح بانتشار الجذور. طبعا التطعيم على أصول ذات مجموع جذري زي الشمالي، ده بيقدر إن هو يتحمل الجفاف. طبعا إجراء التقليم الجائر للحد من السطح الخضري التي يفقد الماء. بعد كده طبعا عايزين نعرف إيه هي الظروف البيئية المناسبة للزيتون. طبعا أنا قلت الزيتون بيناسبه جميع الظروف البيئية، بتكون ملائمة لنموه، بس هنا طبعا إن الزيتون بيحتاج إلى درجة حرارة منخفضة أثناء التزهير، أثناء التزهير، لأن البراعم بتكون محتاجة لدرجة حرارة لكي درجة حرارة منخفضة لكي يحدث التزهير. بالنسبة عندي طبعا إن هو بيحتاج إلى شتاء معتدل وإلى صيف حار مشمس. طبعا هنا الزيتون بتقدر إن هي تتحمل ملوحة التربة. طبعا بالنسبة للزيتون إن أنا بزرعه في جميع أنواع الأراضي، بس يفضل عدم زراعته في الأراضي اللي هي بتكون زائدة الخصوبة، اللي فيها نسبة خصوبة عالية. ليه الكلام ده؟ لأن ممكن بيديني نمو خضري على حساب النمو الثمري. بعد كده طبعا لابد من تعرض براعم الزيتون، قلت لدرجة حرارة منخفضة بتصل من 7 إلى 10 درجة مئوي، قلت لكي يحدث التزهير. طب بالنسبة طبعا إن هي بتحتاج إلى صيف طويل بيكون حار مشمس، ده بيساعد على إيه؟ ده بيساعد على تراكم الزيت بالثمار بعكس الجو البارد. يبقى هنا بالنسبة للزيتون إن هو بيحتاج إلى أثناء تكوين الثمار إن هو بيحتاج إلى صيف حار بيكون مشمس. قلت ليه؟ علشان يساعد على تراكم الزيوت بعكس طبعا الجو البارد. طبعا بالنسبة هنا عندي الرياح الجافة الساخنة، طبعا دي بتؤثر على الأشجار. بالنسبة عندي إن هي ممكن لو أثناء التزهير بتؤدي إلى تساقط الأزهار، ولو في ثمار صغيرة بتؤدي برضو إلى تساقطها. طب لو في ثمار كبيرة إيه اللي بيحصل؟ إن بيحصل كرمشة للثمار نتيجة طبعا إن دي رياح ساخنة، حصل إن الأشجار الفاكهة أو أشجار الزيتون
ابتدت ان هي تفقد المية الموجودة فيها عن طريق عملية النضح. كده مفيش مية موجودة في الأشجار، فبيحدث ان الثمار طبعا مفيش مية موجودة بيحصل لها تكرمش. يبقى هنا بالنسبة للثمار الكبيرة ان هي بيحصل لها تكرمش او كرمشة. بالنسبة هنا للتزهير بيؤدي الى تساقط الأزهار او تساقط الثمار الصغيرة. ده بالنسبة لو في رياح ساخنة. طب بالنسبة عندي تساقط الثمار والأزهار، بالنسبة عندي هنا تساقط الأزهار والثمار، عندي هنا ثلاث موجات أنا بتكلم عليهم. أول موجة بتقابلني دي بتكون تساقط الأزهار التي لم يحدث فيها عقد، يعني لسه ما ابتداش إن هو يحصل فيها عقد، بيؤدي إلى تساقط الأزهار. طب لو حصل فيها عقد برضو طبعا كونت ثمار صغيرة، برضو بيؤدي إلى تساقط الثمار. هنا بتكون بنسبة كبيرة، بتكون بنسبة من 50 إلى 55%. دي بتكون نتيجة نقص المية وبتكون نتيجة نقص الغذاء، فبتبتدي ان الثمار تتساقط. يبقى هنا قلنا الموجة الأولى دي بتحدث أثناء العقد، ممكن بتسقط الأزهار أو ممكن بتسقط الثمار الصغيرة، دي بتكون بنسبة من 50 إلى 55%. بعد كده طبعا عندي الموجة الثانية، الموجة الثانية دي بتستمر لمدة شهرين، دي بتكون حوالي من 10 إلى 15%. يعني ابتدت الثمار ان هي تتكون وبعد كده تبتدي ان هي تتساقط بنسبة من 10 إلى 15%. دي بتكون نتيجة عوامل جوية او بتكون نتيجة عوامل مرضية. بعد كده طبعا في الموجة الثالثة، دي بتستمر طبعا حتى النضج. طبعا الموجة الثالثة دي برضو زي الموجة الثانية، دي بتكون نتيجة عوامل جوية وبتكون نتيجة عوامل مرضية. بالنسبة بقى بعد كده في حاجة عندي في الزيتون اسمها تبادل الحمل. يعني ايه تبادل الحمل؟ ان انا بلاحظ ان في اشجار الزيتون بلاحظ ان في سنة بتديني حمل غزير والسنة اللي بعديها بتديني كمية قليلة او بتكون معدومة، يعني ما بتكونش فيه ثمار. ايه السبب في كده؟ نتيجة طبعا لان اشجار الزيتون ابتدت ان هي تستنفذ جميع العناصر الغذائية اللي هي الموجودة فيها، وبالتالي السنة اللي بعديها مفيش غذاء ان هي تقدر ان هي تكون ثمار. ده بالنسبة لتبادل الحمل او ظاهرة المعومة. طب هنا انا المفروض ان انا بعالج ظاهرة تبادل الحمل، ان انا بعالجها ازاي؟ ان انا بعمل عملية تقليم للافرع اللي هي بتحتوي على ثمار، والثمار كده صغيرة، ببتدي ان انا بعمل لها عملية تقليم. طب بعمل ايه تاني؟ ان انا بضيف اسمدة معدنية او بضيف الازوت، لان هو بيقدر ان هو يوفر العناصر الغذائية للاشجار. وفي برضو في حاجة انا بعملها، ان انا بخف الثمار وهي صغيرة، ان انا ببتدي ان انا اخفها علشان ابتدي ان انا اوفر الغذاء للثمار المتبقية، وبالتالي بحصل على ثمار بتكون جيدة الصفات. يبقى هنا تبادل الحمل، بالنسبة قلت تبادل الحمل ان هو الاشجار بتعطي محصول غزير في سنة، والسنة التالية بيكون المحصول معدوم او بيكون قليل جدا. قلت بتغلب عليها عن طريق عملية ان انا بعمل عملية تقليم للافرع اللي هي بتحتوي على الثمار، او ان انا بعمل ان انا بسمد عن طريق الاسمدة المعدنية بسماد الازوت، او ان انا بعمل عملية ازالة او خف للثمار وهي صغيرة، بحيث ان انا بوفر الغذاء للثمار المتبقية. ده بالنسبة عندي تبادل الحمل. بعد كده طبعا هناخد اصناف الزيتون. بالنسبة عندي هنا اصناف الزيتون، بتكون في اصناف محلية وبتكون في اصناف جديدة، ده اللي هي بتكون الاصناف المستوردة. طب الاصناف المحلية اللي هي بتكون موجودة
اللي هو عندي صنف التفاحي، ده بيكون صالح للتخليل الأخضر فقط، لأن أنا عندي في أصناف بتكون صالحة للتخليل الأخضر والتخليل الأسود. بعد كده عندي عجيزي شامي، ده بيكون طبعا صالح للتخليل الأخضر وبيكون صالح للتخليل الأسود. عندي عجيزي عقسي، ده بيكون صالح برضو للتخليل الأخضر والتخليل الأسود. البلدي بيكون صالح للتخليل الأخضر والتخليل الأسود. بعد كده برضو الحامضي، ده بيكون صالح للتخليل الأخضر والأسود. بعد كده طبعا في عندي أصناف دي بتكون لاستخراج الزيوت، لأن أنا عندي هنا الزيتون إن أنا بزرعه، ده بيكون إما للتخليل أو بيكون إما لاستخراج الزيوت، وفي أصناف بتكون برضو للتخليل ولاستخراج الزيوت. هنا طبعا عندي الصنف الملوكي، ده بستخرج منه الزيت، لأن نسبة الزيت بتصل فيه بنسبة 26 إلى 28%. بعد كده طبعا عندي المراقي، ده بيزرع برضو لاستخراج الزيوت، حيث تصل النسبة إلى من 28 إلى 30 درجة مئوية. بعد كده عندي الأصناف الحديثة. بالنسبة للأصناف الحديثة، ده اللي هي الأصناف اللي تم استيرادها. عندي زي أصناف المشن، المانزينيلو، ده بيكون برضو صالح للتخليل الأخضر والأسود ولاستخراج الزيت. السفلانو وبورني، ده بيكون صالح للتخليل الأخضر والأسود. الأسكولانو، ده بيكون للتخليل الأسود. بعد كده الفرانتيو، بيكوال، الكورناكي، السبحي أو السبحاوي، ده بيكون لاستخراج الزيت. ده بالنسبة لأصناف الزيتون. يبقى أصناف الزيتون إحنا قلنا في أصناف محلية وقلنا في أصناف حديثة. طبعا بالنسبة للزيتون، في حاجة برضو إن أنا بعمل عملية تطعيم للأشجار اللي هي بتكون مسنة. بالنسبة طبعا إن أنا بعمل تطعيم للأشجار المسنة، في أشجار كبرت في السن وعندي الصنف اللي هو موجود بيكون صنف غير جيد، فأنا بعمل عملية تطعيم للأشجار دي. الغرض إن أنا بعمل عملية تطعيم للأشجار المسنة، إن أنا بعمل عملية تبديل للصنف، يعني أنا ببتدي إن أنا أستبدل الصنف الموجود بصنف تاني بحيث إن هو يديني صفات جيدة. ده بالنسبة للتطعيم. يبقى أنا برضو، يبقى بالنسبة هنا الباب الأول تكلمت عن جزء جزئية من الزيتون، وهناخد بعد كده إن شاء الله العنب، الموالح، التفاحيات. بعد كده طبعا في الفاكهة عايزين نتعرف اللي هنبتدي إن احنا ناخده في الباب التاني. بالنسبة الهدف الأول من الباب التاني، أنا طبعا تكلمت في الباب الأول عن المحاصيل اللي احنا هندرسها. طب في الباب التاني أنا عايزة أعرف إيه هي المعاملات اللي أنا بعملها بعد الحصاد، وإيه هي تسويق المحاصيل الفاكهة، إزاي أنا بسوقها، وإيه هي صفات الجودة للمحاصيل دي، إزاي أقدر أحكم وإزاي أقدر أقول إن ثمار الفاكهة دي بتكون ذات جودة عالية ولا لا. بالنسبة هنتعرف دلوقتي على أهداف الباب التاني. بالنسبة أهداف الباب التاني، أول حاجة التعرف على معاملات ما بعد الحصاد، من جمع ونقل المحصول إلى محطات التعبئة. تاني حاجة إن أنا بتعرف على خطوات الإعداد للتعبئة، وإن أنا بتعرف على دلائل قطف الثمار، والتعرف على صفات الجودة لثمار أصناف الفاكهة. بعد كده طبعا عندنا محتويات الباب، إن أنا بتعرف على معاملات ما بعد الحصاد، أنا بعمل المعاملات دي إزاي. بعد كده هنتعرف على تسويق محاصيل الفاكهة وعلى مواصفات الجودة لأهم محاصيل الفاكهة التصديرية. طبعا صفات الجودة دي اللي هي بتشمل اللون، بتشمل الشكل،
بتشمل الحجم البريق، بريق الفاكهة، وبتكون طبعا عن طريق برضو في اللي هو التكوين الحسي، بتكون عن طريق اللي هو صلابة الفاكهة، وبتكون عن طريق الترمل وعن طريق الزيتية. بعد كده ان شاء الله هنتكلم عن الحاجات دي. طب هناخد مثال ان احنا وليكن ان انا هتكلم عن اساليب التسويق لثمار محاصيل الفاكهة. اول حاجة ان هو بيكون في تسويق محلي، ده بيكون طبعا داخل البلاد، وفي تسويق بيكون خارج البلاد. بالنسبة هنا للتسويق المحلي، ان انا ببيع في الحقل، ده بيكون في حالة المزارع الصغيرة. يبقى هنا بالنسبة للتسويق المحلي، ده بيكون البيع في الحقل في حالة المزارع اللي هي بتكون صغيرة. في حاجة اسمها البيع كلالة. يعني ايه البيع كلالة؟ ان انا ببيع المحصول وهو موجود على الشجرة. في تجار ان هم بيشتروا المحصول وهو على الشجرة وبعد كده على الاشجار، ده اسمه البيع كلالة، وبيبتدوا بعد كده ان هم بيتحملوا تكاليف، طبعا ايجار مثلا، الايجار، تكاليف الجامعة، تكاليف الحصاد، تكاليف الفرز والتعبئة. ده بالنسبة للبيع كلالة. بعد كده بيكون طبعا في بيع، ده بيكون عن طريق المزاد لبعض التجار، بحيث ان انا ببيع المحصول. يبقى ده بيكون التسويق المحلي. يبقى التسويق المحلي قلت في حالة المزارع الصغيرة، ده بيتباع في الحقل، وبعد كده البيع كلالة، ده بيتباع على الأشجار، بعد كده بيكون عن طريق المزاد. بعد كده عندي التصدير خارج البلاد. التصدير خارج البلاد ده طبعا ان انا براعي القدرة التسويقية لبعض محاصيل الفاكهة، وطبعا حركة التجارة، وتعتبر طبعا صادرات مصر من ثمار الموالح بتكون ضئيلة، ويمكن البحث طبعا عن عوامل القوة والضعف للطاقة التصديرية. يبقى بكده انا اتكلمت عن الفاكهة. يبقى الفاكهة قلت هندرس في فرع الفاكهة، هندرس بابين. عندي الباب الاول قلت بيشمل محاصيل، مجموعة محاصيل ان انا بدرسهم من حيث الاهمية الاقتصادية، من حيث العوامل البيئية، من حيث التربة المناسبة، ومن حيث الازهار والتلقيح وكمية المحصول، ومن حيث طبعا اهم الافات والامراض اللي بتصيب كل محصول. طبعا قلت بندرس العنب، بندرس الموز، بندرس الزيتون، الموالح، التفاحيات طبعا زي التفاح وكمثرى، السفرجل. وبعد كده ده بالنسبة للباب الاول. الباب الثاني ان انا بدرس ايه هي المعاملات اللي انا بعملها بعد الحصاد، وايه هي اساليب التسويق اللي انا بعملها، وايه هي صفات الجودة لثمار الفاكهة. ده بالنسبة اللي احنا هندرسه في فرع الفاكهة. هندرس بعد كده في فرع الزينة. اول حاجة طبعا عندي ايه هي الاهداف العامة لتدريس مادة الزينة. بالنسبة طبعا عندي تدريس مادة الزينة ان احنا هندرس اربع ابواب في مادة الزينة. طبعا بتشتمل ان انا بدرس المسطحات الخضراء، وبندرس مغطيات التربة، وبندرس نباتات التحديد. بعد كده طبعا بندرس في الباب الثاني بندرس الاشجار، ايه هي فوائد الاشجار، وايه هي اهميتها بعد كده، وايه هي انواع الاشجار الخشبية. وبعد كده في حاجة برضو بندرسها اللي هو بتكون عبارة عن البونساي او تقزيم الاشجار. بعد كده طبعا في الباب الثالث بندرس طرز الحدائق، وبندرس برضو انواع الحدائق. وبعد كده بنبتدي ان احنا بندرس ايه هي الاحتياجات البيئية لنباتات الزينة، بتكون اللي هي بتكون داخل المنزل. وطبعا هناخد امثلة للنباتات اللي انا بدرسها، للنباتات اللي انا ينفع ان انا احطها داخل المنزل، نباتات ورقية او نباتات مزهرة. تعالوا نتعرف على ايه هي الاهداف العامة
لتدريس مادة الزينة. أول حاجة عندي إن هو يذكر الطالب أهم نباتات المسطحات ومغطيات التربة. تاني حاجة يزرع ويصون نباتات المسطحات الخضراء ونباتات التحديد ومغطيات التربة. يقدر إن هو يقارن بين أنواع طرز الحدائق، إن هو ينشأ ويصون الحدائق. بعد كده يقدر إن هو يصمم ويحسب تكاليف إنشاء الحدائق. أهداف الباب الأول إيه؟ أول حاجة طبعا بالنسبة للباب الأول إن إحنا بناخد المسطحات وبندرس مغطيات التربة وبندرس نباتات التحديد. أول حاجة عندنا الهدف من دراسة الباب الأول أن يستطيع الطالب أن يذكر أهمية نباتات المسطحات الخضراء ومغطيات التربة ونباتات التحديد. يعني إيه هي النباتات اللي أنا أقدر إن أنا أستخدمها كمسطحات خضراء، وهي النباتات اللي أنا أستخدمها إن أنا أغطي بيها التربة، وإيه هي النباتات اللي أنا أستخدمها في تحديد الأماكن. بالنسبة تاني حاجة أن يتعرف الطالب على بعض نباتات المسطحات الخضراء ومغطيات التربة. بعد كده يذكر يزرع الطالب ويصون نباتات المسطحات الخضراء ونباتات التحديد ومغطيات التربة. يقدر الطالب بعد كده إن هو إزاي إن هو يقدر يزرع المسطحات الخضراء ويزرع نباتات التحديد ويزرع مغطيات التربة. ده بالنسبة للهدف من الباب الأول. طب إيه الحاجات اللي أنا هدرسها في الباب الأول؟ إيه هي المحتويات؟ أول حاجة إن أنا بعرف إيه هي أهمية المسطحات الخضراء، إيه هي طرق المسطحات الخضراء، إيه هي لو أنا جيت أعمل إنشاء مزرعة مسطحات خضراء، زراعة المسطحات الخضراء وصيانة المسطحات الخضراء، وبعد كده بنتكلم عن مغطيات التربة وبنتكلم عن نباتات التحديد. وليكن احنا هنتكلم عن المسطحات الخضراء. بالنسبة طبعا عندي المسطحات الخضراء ان هي بتكون نباتات عشبية، بقدر ان انا اغطي بيها مساحة كبيرة من الحدائق، وان هي طبعا بتكون قابلة للقص، وان انا بقص بيتم القص على ارتفاعات بتكون منخفضة. دي بالنسبة للمسطحات الخضراء. طبعا بالنسبة للمسطحات الخضراء بتكون ليها فوائد تنسيقية وجمالية، وبتكون برضو ليها فوائد بيئية، وبتكون ليها فوائد اجتماعية. ده بالنسبة للمسطحات الخضراء. طبعا بالنسبة عندي ان انا برضو ازاي انا بزرع طبعا المسطحات الخضراء. ممكن المسطحات الخضراء بزرعها بالبذرة، وممكن ان انا بزرعها عن طريق التكاثر الخضري. ان انا بزرعها بيكون اما عن طريق التكاثر الخضري، عن طريق اللفائف او البلاطات، وعن طريق السوق المدادة. ده بالنسبة للتكاثر الخضري. طب تعالوا بقى كده نشوف شكل المسطح الاخضر. زي ما احنا قلنا ان هو بيكون عبارة عن نباتات عشبية، نباتات اهي صغيرة بتغطي مساحة من الحديقة واكبر مساحة من الحديقة، وان هي بتكون قابلة للقص. بعد كده طبعا انا عايزة اعرف ايه هي انواع المسطحات الخضراء. طبعا المسطحات الخضراء بتكون عندي انواع. بالنسبة عندي في نباتات بتنمو في الموسم الدافئ، وفي نباتات بتنمو في الموسم البارد. بالنسبة عندي نباتات الموسم الدافئ ان هو بتحتاج المسطحات الخضراء بتحتاج الى درجة حرارة من 18 الى 35 درجة مئوي. ده بيكون اثناء موسم النشاط، وطبعا بتزرع في الصيف او الخريف، وهي بتكون معمرة. طب لو حصل انخفاض في درجة الحرارة، اللي بيحصل ممكن ان انا بلاقي المسطح ابتدى ان هو يحصل له اصفرار، وابتدى ان هو يتوقف نشاطه اثناء انخفاض درجة الحرارة، لان هو بيكون في حالة سكون. وبعد كده بمجرد ان هو يجي الصيف يبتدي ان هو يستعيد نشاطه عن طريق السوق المدادة اللي هي بتكون موجودة في التربة. ده بالنسبة لنباتات الموسم الدافئ. طب بالنسبة ايه هي امثلة نباتات الموسم الدافئ؟ اول حاجة عندي النجيل البلدي. بالنسبة عندي النجيل البلدي ده بينفع ان انا ازرعه بالبذرة،
وان انا ازرعه بالسوق المداده. طبعا هنا ده النجيل البلدي ده بيكون بيناسبه جو هنا جو مصر، لكن عيبه ان هو ما بيقدرش ان هو يتحمل انخفاض درجه الحراره. ده بالنسبه للنجيل البلدي. بعد كده طبعا عندي النجيل السوداني. بالنسبه طبعا عندي النجيل السوداني ده بيقدر ان هو يتحمل درجه الحراره المنخفضه، وطبعا ان هو يحتاج الى ري وفير ولا يتحمل الجفاف. هنا بيتكاثر النجيل السوداني، يتكاثر بالعقل التي تؤخذ من السوق المدادة. بالنسبة عندي برضو في حاجة اسمها النجيل الفرنساوي، ده لا يتحمل الجفاف، ولذلك طبعا ان هو بينجح في المناطق الساحلية الرطبة، وله القدرة ان هو برضو ينمو في المناطق المظللة او النصف مظللة، وان هو بيتكاثر بالعقل. بعد كده عندي الزويسيا. بالنسبة للزويسيا دي بتقدر ان هي تتحمل الملوحة، بتقدر ان هي تتحمل العطش، وبتقدر ان هي تتحمل انخفاض درجة الحرارة او ارتفاع درجة الحرارة. بالنسبة عندي هنا الزويسيا ان هي بتقدر تتحمل الحاجات دي، بس بيكون النمو بتاعها ان هو بيكون فيها عيب، ان هو بيكون بطء انتشار النبات، وممكن بتتحول الى لونها بتتحول الى اللون البني، لان انا عندي الاساس في المسطحات الخضراء اللون الاخضر الزاهي، يبقى هنا ممكن بيتحول اللون الى اللون البني. ده طبعا لو ان هي تعرضت للصقيع. ده بالنسبة للزويسيا، وينفع ان انا ازرعها بذريا بالبذرة او عن طريق التكاثر الخضري. بعد كده يبقى قلنا نباتات الموسم الدافئ ان هي بتحتاج لدرجة حرارة من 18 الى 35 درجة مئوي. بعد كده طبعا عندي نباتات الموسم البارد. نباتات الموسم البارد هنا بتحتاج الى درجة حرارة منخفضة بتصل من 12 الى 15 درجة مئوي. دي طبعا بتنتشر في الاماكن المظللة. طب بالنسبة هنا للنباتات الموسم البارد ايه هي امثلتها؟ عندي الجازون، وعندي حشيشة كنتيكي الزرقاء، والحشائش المعوجة. طب بالنسبة هنا للجازون ده بيقدر ان هو يتحمل الظل الخفيف، يعني ممكن ينفع ان انا ازرعه تحت الاشجار. طبعا لا يتحمل الجفاف، ان هو بيكون متوسط التحمل للملوحة، ان هو بيقدر يتحمل الملوحة بس بنسبة قليلة، وان انا بزرعه بالبذرة في الخريف، ده بيكون في شهر اكتوبر. ده بالنسبة عندي اللي هي نباتات الموسم البارد، اول حاجة اللي هو بيكون الجزون. بعد كده طبعا عندي حشيشة كنتيكي الزرقاء. الحشيشة دي بيتميز بان هي انخفاض الشديد في درجة الحرارة، ولا تتحمل طبعا الظل او الجفاف او قلة خصوبة التربة او الارتفاع في درجة الحرارة. لكن هنا حشيشة كنتيكي الزرقاء ده بيتكاثر بالبذرة وبتقسيم الريزومات. بالنسبة بعد كده عندي الحشائش المعوجة. يعني ايه حشائش معوجة؟ ان هي الحشائش اثناء نموها بتبتدي ان هي تنمو نمو افقي، ثم بعد ذلك بتبتدي ان هي تتجه الى النمو الرأسي، عشان كده انا بقول عليها الحشائش المعوجة. ده بالنسبة كان عندنا الباب الاول. يبقى الباب الاول هندرس المسطحات الخضراء، وهندرس مغطيات التربة، وهندرس نباتات التحديد. طبعا نباتات التحديد ومغطيات التربة هندرس أهمية نباتات التحديد، وأهمية نباتات أو أهمية مغطيات التربة، وطبعا هندرس إيه هي أهم النباتات اللي أنا بستخدمها كمغطيات تربة، وأهم النباتات اللي أنا بستخدمها كنباتات تحديد. ده بالنسبة للباب الأول. بالنسبة عندي الباب الثاني، إيه هو الهدف من الباب الثاني؟ أول حاجة تعالوا نشوف. أول حاجة أن يتعرف الطالب على أنواع الأشجار الخشبية.
يبقى التالت ان انا بقدر ان انا اعرفه ايه هي الاشجار اللي ينفع ان انا باخد منها خشب. تاني حاجة يستطيع الطالب ان يزرع الاشجار الخشبية سواء بالبذرة او سواء بالعقلة. بعد كده تالت حاجة ان يذكر الطالب اهم طرق تقزيم الاشجار. بالنسبة لان انا عندي التقزيم او البونساي ده بيكون طبعا فن ان انا بقدر ان انا اخلي النبات بيكون حجمه صغير بحيث ان انا ممكن اقدر ان انا اضع شجرة داخل المنزل، يبقى دي عملية تقزيم الاشجار. بعد كده طبعا عندي ايه هي المحتويات. اول حاجة ان انا بدرس اغراض زراعة الاشجار. بالنسبة هنا طبعا عندي اغراض اقتصادية، اغراض بيئية، ان انا طبعا هنا الاشجار ان انا بستخدمها في تشجير المدن والضواحي، ان انا بستخدمها في تشجير الطرق الزراعية والاحزمة الخضراء والواقية، وان انا بستخدمها مصدات رياح، وفي تثبيت الكثبان الرملية، وفي تقزيم الاشجار طبعا. بعد كده طبعا بندرس بعض انواع الاشجار الخشبية مثل الكافور والقايا والثرو. تعالوا بقى طبعا ده بيكون شكل الاشجار. طبعا ارتفاع الاشجار هنا بيكون ارتفاعها بيكون اكبر من 4 متر، وطبعا بيكون لها تاج مميز، والفروع بتكون على بعد 3 متر. ده بالنسبة للاشجار ان هي بتكون نبات خشبي لا يقل ارتفاعه عن 4 متر، وبتكون لها ساق خشبي قائم خالي من الافرع على مسافة 3 متر، وان هو بيكون له تاج مميز. طب احنا عايزين نعرف ايه هي اغراض زراعة الاشجار. بالنسبة لاغراض زراعة الاشجار انا بستخدمها في ايه؟ اول حاجة ان انا بستخدمها في انتاج الاخشاب. ان انا السبب الاساسي اللي انا بزرع الاشجار ان انا بستخدمها في انتاج الاخشاب، بستخدمها في انتاج الفلين، بستخدمها في انتاج الصمغة والتأنينات، ان انا بستخدم الاشجار دي في اعياد الميلاد، ان انا بستخدمها في انتاج العصائر، ان انا بستخدمها برضو في استخراج الزيوت والعقاقير الطبية. دي بتكون لها، يبقى دي بتكون الاغراض الاقتصادية اللي هي بتقدر ان هي بتديني دخل. بالنسبة يبقى انتاج الاخشاب وانتاج المواد الراتنجية وانتاج العصائر، لان احنا قلنا في بعض الاشجار بيستخرج العصائر من الجذع. بعد كده طبعا عندي ايه هي الاغراض البيئية. بالنسبة للاغراض البيئية ان انا بحمي التربة واحواض الانهار. طبعا بتكون لها اغراض ان هي بتقدر بتتحكم في درجة الحرارة، وان هي بتحمي المزروعات، وان هي بتعمل على تنقية الهواء الجوي. ده بالنسبة للاغراض البيئية. طبعا هنا الاشجار انا بستخدمها في ايه؟ بستخدمها طبعا في تشجير المدن والضواحي، وبستخدمها في تثبيت الكثبان الرملية، وبستخدمها في تشجير الطرق الزراعية، وان انا بستخدمها كمصدات رياح، وان انا بستخدمها في تشجير الاحزمة الخضراء والواقية. يبقى دي بالنسبة لاستخدام الاشجار. بعد كده طبعا عندي اهداف الباب الثالث، ان يستطيع الطالب ان يقارن بين طرق تنسيق الحدائق، وان يحسب ميزانية انشاء حديقة، وان يذكر اهم السمات التي تميز الحدائق المختلفة. لان انا طبعا عندي حدائق بتكون عامة، وحدائق الاطفال، وعندي حدائق الاسطح، وعندي حدائق النوافذ. فلازم كل طالب بعرفه ان هو يقدر يقول السمات اللي بتميز كل حديقة. طبعا هنا محتوى الباب. طبعا هنتكلم عن اساسيات التخطيط والتصميم، وعن تنفيذ حديقة طبيعية واخرى هندسية ازاي انا بقدر ان انا انفذها، وعن طريق الانشاءات المختلفة بالحديقة. بالنسبة عن طريق الانشاءات المختلفة بالحديقة، لان انا طبعا في الحديقة بتكون عندي
عناصر نباتية وبتكون عندي عناصر بنائية. طبعا العناصر النباتية دي بتشمل الأشجار، بتشمل الشجيرات، بتشمل النباتات طبعا العشبية، بتشمل المتسلقات. كل الحاجات دي بتكون عبارة عن عناصر نباتية بتكون موجودة في الحديقة، وفي اللي هي العناصر البنائية اللي هي بتكون عبارة عن المنشآت اللي هي بتكون موجودة في الحديقة، بيكون زي الفساقي وزي برضو أماكن الجلوس وزي البرجولات والتكاعيب. كل الحاجات دي بتكون عبارة عن عناصر بنائية بتكون موجودة في الحدائق. وطبعا بعد كده هندرس طرز الحدائق. طبعا عندي الطراز الفرعوني، عندي الطراز الياباني، عندي الطراز البابلي، عندي الطراز الإسلامي. طبعا هنعرف كل ايه اهم ما يميز كل طراز من الطرز دي. بعد كده برضو هندرس دراسة انواع الحدائق. بالنسبة عندي للحدائق، عندي في حدائق عامة وفي حدائق منزلية، لان انا طبعا عندي الحدائق المنزلية في حديقة امامية وفي حديقة بتكون خلفية، وبرضو في حدائق الخدمات. حدائق الخدمات دي بتخدمني، بتكون قريبة من المطبخ بحيث ان انا بزرع نباتات اقدر ان انا استفاد منها. بعد كده برضو حدائق الاطفال، ان انا بعمل حدائق بتكون خاصة بالاطفال. في حدائق الميادين، في حدائق الشرفات والنوافذ، وبرضو في حدائق بتكون موجودة في الاسطح بحيث ان انا بقدر ان انا استغل الاسطح وبعمل حدائق. بعد كده طبعا احنا هنتكلم عن انواع الحدائق. بعد كده انا طبعا بعمل عملية صيانة للحدائق، ان انا بعمل عملية قص وتشكيل الاشجار. بالنسبة لقص وتشكيل الاشجار، ان انا ممكن بقص النبات كله او بقص الافرع، ببتدي ان انا اشكلها او بشكل الساق. بعد كده طبعا بعمل عملية تقليم للأشجار. طبعا بعمل تقليم بيكون صيفي وتقليم بيكون شتوي. طبعا النباتات المزهرة دي بتكون أثناء أو بعد موسم التزهير. بالنسبة عندي للأشجار اللي هي بتكون متساقطة، دي بتكون التقليم ده بيكون في الشتاء. بعد كده طبعا بعمل عملية قص للمسطحات، لأن أنا عندي المسطحات إن أنا بقصه على ارتفاعات بتكون منخفضة. وبعد كده بعمل عملية قص للأسياجة، لأن الأسياجة دي بتكون عبارة عن أشجار أو بتكون عبارة عن شجيرات، أنا بعملها سور حوالين الحدائق دي، أنا بسميها سياج نباتي. طبعا بالنسبة للسياج المفروض إن أنا براعيه، بعمله عملية قص، لأن هو بيبتدي إن هو ممكن بتظهر فيه أجزاء بتكون جافة أو بتظهر فيه مناطق بتكون فارغة، فأنا بعمل عملية قص للسياج. ده بالنسبة طبعا لأهداف الباب الثالث. بعد كده هناخد أهداف الباب الرابع. أهداف الباب الرابع، أول حاجة أن يتعرف الطالب على الاحتياجات البيئية للنباتات المنزلية، إن هو يقدر إن هو يتعرف على الاحتياجات البيئية، لان طبعا كل نبات بتكون ليه درجة حرارة مختلفة. طبعا كل نبات ان هو بيحتاج الى ضوء، كل نبات بيحتاج الى رطوبة، كل نبات بيحتاج الى تهوية. ده بالنسبة للاحتياجات البيئية اللي انا بقدر ان انا اوفرها للنبات اللي هو بيكون موجود بالمنزل. بعد كده ان يقوم الطالب بعمليات خدمة ورعاية النباتات المنزلية وصيانتها، لان النباتات دي بيكون ليها رعاية. رعاية ازاي؟ ان انا لازم ارويها، ان انا لازم اسمدها. يبقى هنا ان انا بعلم الطالب ازاي يقدر ان هو يعمل عملية رعاية للنباتات المنزلية. بعد كده برضو بعرف الطالب ايه هي انواع النباتات اللي هي بتصلح للتزيين الداخلي، ان انا النباتات اللي انا بقدر ان انا احطها داخل البيوت، وبقدر ان انا اعرفه ايه هي النباتات اللي انا بجيبها داخل البيوت بتكون لجمال اوراقها او بتكون لجمال ازهارها. طب بالنسبة هنا عندي المحتوى،
ايه هو؟ ان انا هدرس زي ما انا قلت الاحتياجات البيئية من حيث الضوء، من حيث الحرارة، من حيث الرطوبة والتهوية. ان انا ببتدي ان انا اعتني بالنبات من حيث الري والتسميد، وبرضو تلميع الاوراق، لان انا بيظهر على النبات بيكون في اتربة بتكون موجودة، دي بتمنع ان النبات يقوم بالعمليات الحيوية، فانا ببتدي ان انا بعمل له عملية تلميع. امثلة للنباتات الورقية طبعا الكروتون، شاميدورا، إليجانس، ديفندخيا، دراسينا، هيدرا. امثلة لبعض النباتات المنزلية المزهرة مثل كاليفيا وبيجونيا وفريسيا وانتوريوم. بعد كده طبعا عندي الخضر. طبعا الاهداف العامة لتدريس مادة الخضر، يتعرف الطالب على تحديد ومواعيد زراعة البذور، يتعرف الطالب على تحديد كمية البذور اللازمة من كل محصول، يتعلم الطالب طرق زراعة البذور لكل محصول وعمليات الخدمة، التعرف على مشاكل إنتاج كل محصول وكيفية تفاديه، يتعرف الطالب على علامات النضج المناسبة لتحديد موعد الحصاد. طبعا انا اتكلمت النهارده عن عن ماده خدمه الحاصلات البستانيه، وقلت ان هي بتشمل 3 فروع: فاكهه، خضر، زينه. وقدرت ان انا اقول ايه هو الهدف من كل فرع من الفروع. وبكده تكون انتهت حلقتنا، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.